أنا نونا وأنا حموشي. اليوم لعبتنا اسمها ريد هاندز، يعني الأيادي الحمراء. فكرة هاي اللعبة كل واحد يضرب إيد الثاني والأسرع يحصل نقاط أكثر ويفوز. شوفوا هاي اللعبة بها عدة أيادي، أنا حختار هاي الإيد مع البنيات، وأنا هاي الإيد. وشوفوا هاي اللعبة بها ألوان البشرة، أنا حختار هاي. يلا مستعد حموشي؟ إيه مستعد. يلا نلعب اللعبة. راح تضرب عنونة. يلا أنا حضرب. حضرب. يس. راح تضربة. حموشي بدي يضرب نونة. خلو أخر. إيه زين ضاعت على حموشي. الضربة. يلا. ضاعت الضربة. نونة. لا بدي حموشي. نونة. يس. زين ضاعت الضربة. راحت الضربة. يلا. أنا حضرك. ممتعة اللعبة. نصحكم تنزلوها. يلا راح تضرب عنونة. خلوه. ضربتني. يلا عن ثلاث نقاط. لا 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 حموشي سبعة. خلوه. شوفوا دي صارت حمراء. يلا وخرت عن ضربة عنونة. يلا خل ما ضاعت عندي. ما ضربتني. راح افوز. فزيت. يلا نعيد هسه نعيد المرحلة. هسه نروح مرحلة ثانية. مستعد حموشي؟ ايه مستعد. يلا هاي الجولة الثانية. يلا خلي اضرب حموشي. راح تصير ضربة. يلا لا ما خلي اضرب حموشي. لا انا قطتين بس. يلا عادي خلينا نضربها. ما ضربتها. يلا. لا بدي اضربني. وانت اضربها. خلي اخر. ايه همزيان. راحت الضربة. حلو. يلا يلا هم راحت الضربة. بدا حموشي يضربني. اربع نقاط وانا بس اثنين. يس ضربته. صرت ثلاث نقاط. فقط لي نقطة اوصل له. لا راحت الضربة. همزين وخارج. لا 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 همزين ضربت نونة. صرت خمس نقاط. لا 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 يس. لا بدي اتوخر. لا الضربة الحرة. الحموشي. لا فاز علي. يلا هسه نلعب الجولة الأخيرة هي الثالثة. مستعد حموشي؟ مستعد. تكون افوز اني. راحت الضربة. يلا يلا. خلنا اوخر. انا راح اوخر حتى ما يخليني افوز. ما يفوز هو. يلا يس. اريد ضربة. ضربتني. يلا ضربة ضربة. وخرت عنونة. خل اضرب حموشي. انا وخرت. الله وخرت. اربع نقاط. اللي يوصل عشرة هو اللي يفوز. ايه اريد انا افوز. لا صرت اثنين نقاط. يلا لا كنت واحد. يلا حموشي صار ثلاثة. ليش ما ضربة؟ أريد أصل. صرت أربع نقاط. إيه بدي أضرب. يس خلنا أخر. ثمانية. يعني أنا أكثر منه بأربع نقاط. راح تفوز. أنا أربعة. يلا أخر. صارت يدي حمراء. يس يس يس. بقت لي وحدة وفوز عليا. كون أركز. يلا يس يس. يلا يلا. حموشي فاز بجولتين. ياه فزت. وانا فقط بجولة واحدة. وبالاخير حموشي فاز. حريمة انا خسرت. يلا واللي هنا خلصت حلقتنا. ولا تنسون اللايك واشتراك بالقناة. مع السلامة.